السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نحن الآن في محافظة ميسان، مدينة الحب والجمال، جنوب العراق، الدافئ النابض بالحياة والحب. اليوم جينا نتفقد بعض النباتات اللي زرعناها من أكثر من 5 أشهر تقريبا. هاي وحدة من أشجار البيزية، ما شاء الله كل الزينة، يعني أطرافها نمواتها ما شاء الله زينة، طولها زين ما متأثرة بالهواء. اختيار مكانها كان صح، وحتى النقرة اللي باقي هاي تحتفظ ببعض المي إلها، صح ما شاء الله زين. وعندنا هاي، شوف الحلو بيها انه هي مكسورة، مكسورة الطول مالتها بس راجع طاق، وانا راهنت على هذا الشيء انه هذول اللي يتضررون كلهم راح يرجعون يطقون، ما شاء الله كل شيء. وعندنا هذه ايضا، هذه ايضا، هاي كالبتوزي، هاي كالبتوز هم مكسورة، اما مكسورة او يجوز الراعي مأذيها. هاي كالبتوز ما شاء الله زين. وعندنا هذه الكبيرة السيسيليا، هذه اللي قلنا شوفوا، هاي هسه اصدقائي اللي راح يشوفون الفيديو راح يتذكرون تماما تماما هاي الشجرة الكبيرة اللي جبناها، هذن اللي جبناها بعضهن 4 امتار طولهن، تتذكرون دفننا متر ونص جوه. قلت لهم انا اصدقائي ابو اسلام او اصدقائنا البقيه كلهم الوليد والبنات، هذني راح يموتن ويرجعن يطقن من جديد. هذا كانت ملاحظتي عليه، انه احنا جبناها من المشتل قبل يوم، كانت مشلوعه قبل يوم من المشتل، فهذا قبل يوم من المشتل يعني كنت اتخيل انه هذا ما راح يبقى طوله، راح يتاذى، فاكيد هو حس الضرر. وقلت لهم راح يطقن مره ثانيه، ويطقن يعني بنظاره، نظارة، وشوفوا الفروع مالتها أكثر من مكان إن شاء الله تعالى. عندنا هذه أيضا، طبعا هاي نوع البيزيا، هذا البيزيا جيد جدا، وأغلبهن متضررات الطول مالتها، ولكنهن باقيات عايشة، هذا شيء جميل. بشير، ايش يمك؟ يمك زين اكو؟ ها بشير، روح شوف ذني، تعال شوف ذني، ذني كل عايشات ما شاء الله تعالى، ما شاء الله تعالى، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. بشير يمك اكو؟ يا رب يا رب، الله يبشرك بألف خير، يا رب الله يبشرك بألف خير. الله وين بالله؟ هسه هاي طاقة؟ هاي طاقة بابا، ما شاء الله ما شاء الله. هذا سيارة كاملة، اي هذا اتذكر من زرعنا، هذا المواجه له هم يعني كله. شوف هذا بادي، بادي يطق بابا، بادي يطق بابا، بادي بادي بادي، يا الله. هاي هنا، اوه شوف بشير، هاي من كل صفحة بابا، بابا ها بابا بابا، اي هاي يعني قدامها بعد اسبوع هيجي، اي يعني شوف ذني اللي انكسر، اللي انكسر طولهن كلهن طاقات ما شاء الله. هذا طين، طين، ها هاي هاي عدله، هاي عدله، اي هاي هاي زين بيها. هذول بعد هيك احنا هم زرعنا، هاي هاي طوال ذني، اي هاي والله طاقه بشيء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله الله، فدوا اروح لك ربي، فدوا اروح لك ربي، فدوا اروح عدله. ما شاء الله حتى لونها بوخ، اي طوخ ما شاء الله. احنا هنا هم زرعنا هيك بالطول، اي اتذكر والله، اللهم لك الحمد. شوف كلهن يعني كلهن، شوف شلون احبطني ذاك اليوم، ولا قال لي جيت وصورت وكله كله ميت، قلت له مستحيل والله اجيب هذول غير طاقه سلبيه. اي والله يعني هسه ما ادري هاي الناس، الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله،
حمدا كثيرا الحمد لله. وهاي طاقة من كل مكان بشير، يعني هاي هسه هذا طاق من كل مكان، بعد لفترة يبين يصير يخبل. احنا هم هناك زرعنا. اي طبعا. اي اتذكر والله. ما شاء الله تعالى، ما شاء الله تعالى. هسه هواي عدد صورنا ترى. اي تقريبا خمسة اشهر ستة اشهر ذني. هاي اليمك ميتة لو عدلة؟ عدلة؟ اي والله يا ابويا يا ابويا. راح نسجعنا. وهاي بعض النباتات اللي زرعناها وكنا نتوقع المي راح يصعد اعلى من عندها، بس قلنا خلينا نجرب نشوف. هسه هي جزء من عندها متضرره ولكن عدل، هي هاي متضرره نفس السلسله ولكن عدل. انا بعد اكو هاي وحده ايضا طاقه الحمد لله طاقه.